بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. درس دوني قلت معن مباح لرقزي وعجبيني وني كاكا هذا الشي قلت يعني هو أو جام أو رجع فرمي، والأصح أنه أي المباح مباح غير مأمور به من حيث هو أمري بينك لا كأتو بيكي لو رويك مباحة حاربي كاك لو رويوا يعني دزعت خوي دا أمري بينك لا يا حاربي دزعت خوي دا ومأمور به نيا مباحة وا يعني بركو تو مخيري نج مأموري أو مباحة يبكي تيجيش دي مخيري، فليس بواجب ولا مندوب كمأمور به نيا مباح نواجبة كبتر شيء جناح باربي نمندوب يشك الصواب بدري تيلا سلكني وا يعني. وقال الكعبي أو عالم شي معتزلانا إنه مأمور به أو قوتيتي مباحش مأمور به يعني تي مأمور به أي واجب قوتيتي واجبشة مأمور به والواجبشة دمي بكري لو إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام كعبي دري هل مباحك هيا بواسطة أو مباحي تركبني حرام شيء دي تجي تركبني حرام شيء ده مثال بوبينا إذا ترك حرام ما حرامك لحرامان تركك لي تيجيش دي أدي فيتحقق بالسكوت مثلا كابرا أقر بيدنك بي تبيدنك بو تسير يتجي ترك القصف بقتان بيكردن ترشي بقتان بيكردني دي إذا باشا بقتان بيكردن بقوي حرام واي يعني بسكوتي ترشي أو حرامي دي تجي او ايك وبالسكوني بجولة نكرني ترك القتل حربي كاكا ترشي قتل دي تسي مثلا تجولة نكر قتل كجناكي او هدري اجا افرمي وما يتحقق بالشيء او اشتيك وابشتك بيتزي لا يتم الا به هل بروج وتوابي وانا كوابو ترشي قتل بس توابي بسكوني وانا ترشي قصف بس توابي بسكوتي وهكذا. أو جاء وترك الحرام واجب. هو ترك ابن حرامي كقتل وقصف وهكذا أو نوعان واجب. كواب وما لا يتم الواجب إلا به أو أشتش كواجب إلا بوي تواب بي كلمة سالمة سكوت سكون بون حاربوي فهو واجب أو إيش واجب به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تتوسل القاعدة كما سيأتي أوش لموجوده جعفر مباح واجب كعبي دري مباح واجبة ويأتي ذلك في غيره كواب أو قاعدة كقوتي ما لا يتم الواجب إلا به فواجب حرب إلى غير واجب مباح جدي تجي كالمكروه وشي مكروه أو جاء أوي تازق وثمان ويأتي ذلك في غيره كالمكروه تماشي حاشبك أي أن تحقق ترك الحرام كما يكون بالمباح ترك حرامي هل وشي بمباح يبي يكون بغيره بغير مباح شبي حارب كالمكروه وشي مكروه فلو حارتي ملتبسي بمكروه حرامكي ناكي واي يعني لو كاتي ملتبسي بمكروه حرامكي ناكي إيه. والخلف لفظي خلاف لبين موك كعبي راجع الى اللفظ حارب كاك خلاف الشي لفظي فيودي بلفظي وهي دون المعنى معناه ناقري تولوش فإن الكعبية قد صرح بما يؤخذ من دليله كعبي بصراحة قوتي بجويري أويك لدليل وي ورجيلي كقوتي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من أنه غير مأمور به من حيث ذاته حاربك كمباع لخدي خوي وأمري بينك رايا بركو لبرشتشي خارجية كترشي حرامية لبرشتشي خارجية لبرشتشي خارجية ونقل لبر ذاتي مباحة كيبه فلم يخالف غيره حارب الكعكة مخالفة إلى غير غيري خوي نكليا غيري ويش هرري لذاتي خوي دا مأمور به لذاتي خوي دا ومن أنه مأمور به من حيث ما عرض له برام لو روش كدري المأمور به كشتشي عارضي بسرداده من تحقق ترك الحرام به حارب الكعكة لو الكواب ترشي حرامي في أكله وغيره يعني غيري ويش
لا غير تشي حرامي لا يخالفه في ذلك، وغيره يعني غير كعبي لا يخالفه في ذلك. أقول عبارتي ببرة أري من تحقق ترك الحرام به أري وغيره غير كعبيش لا يخالفه في ذلك. مخالفني لقربي حتى أما درين أكل مباحة وايا يانا لزبدي زبدة أخوين دي توهونيا أري لكن إذا بها إذا لكن إذا نوى به القوى لطاعة الله له ما قد نوى. مثال بو إير ديني تيجيشتي أري أجر بأكله مقصودي أو بو كبقوت ببو طاعة إخوائي تبارك وتعالى كأو مباحيك نيتي مندوب بو أن يسري لبرتشكا بو مباحي نيتيشتشي هنايا كمندوبة أو مندوبة بو يتواو بلبر حد خير بو أن يسري كواب مباحك لمثال مدى كأكلا لذات خوي دا مأمور به نيا لكن من حيث ما عرض له لبشتش عارضك للا راهاتها كقوة لسرطاعة فاي تبارك وتعالى كوابه وغيره غير كعبش لا يخالفه. حارب الكعكة مخالفني لقل كعبي في ذلك لو قاعدين كما أشار إليه المصنف بقوله من حيث هو بوي مصنف من حيث هو يفرمو يعني لذات خويدا مباح مأمور بهن أو تيجيش تنساكا إيه دكواب خلافك لفظي بو بو تامرمو خلاف لفظي كبو يعني حارب عام. والأصح أن الإباحة حكم شرعي بقول بقوة لكن أهل السنة والجماعة إباحة حكم شرعية حاربي يكا لو بينس حكمانا كحرامة حاربي كاكا واجبة مندوبة مكروهة بينس منك يا أنتيا مباحة جاءوا إباحة حكم شرعية لو إذ هي التخيير بين الفعل والتركي سلفش كذني مكلف يا لبين كذني ونكذني أجا المتوقف أو تخيير متوقف وجوده هبوني كغيره وش حكم كان ديكا كغيره من الحكم وش تار حكم كيدي متوقف لسلسة على الشرع متوقف لسلسة الشرع كما تقدم هذا وشي لأقسام حكم تكليفي أو ما رون كردوا ونبو في او خير فمباح لبن دليما رون كدوا اولا بتشقوتي ان الاباحة حكم شرعي اري يعني اباحي استاكا باش هاتني اسلامي او اباحة مستفاد من الشرعي لا شرعي ولا جيري وان يكاكا هل سن فعل عبدان فيشي هاتني شرعي وصفدار ناكلي نبا مباح نبا حرار نبا حرام وهي ان حكم الشرع ناتيا وتي لا حكم قبل ورود الشرعي بان باشي هاتني الشرعي إباحش با پیش داش مباح بوبي إباحي ما بعد ورود الشرع حكمش الشرعية ما بعد ورود الشرع تيجيش تكاكا ادام ليرة معتزلة اري وقال بعض المعتزلة لا معتزلة قوتيان إباحة حكمش الشرعي نيا أو هل تعالي لكي اعتراف فيها كان لو إذ هي انتفاع الحرج عن الفعل والتركي إباحة أويا كابرا قلنا أخبار نبي بيكا يعنيكا وهو ثابت قبل ورود الشرعي في شهاتني الشريعتي أو إباحة يهبو ونيكاكا مستمر بعده لدوايش مستمرة أما أهل السنة الزرين إباحة باهجبو بي بو معناي مكلف معذب نيا بهرتي ايكا قبل ورود الشرع شكو نواجب ونحرام نمكروه نأوانا رول تكليف لمكلف ناكا اذ لا تكليف قبل ورود الشرع وايا انا برام او اباحة قبل ورود الشرع بمعنى دفع الحرج بو حاربو كاكا هل اوى بعد ورود الشرع في قسري اباحة لبرهندش حكمة الشرعية شرع بمباح دانايا شرع بمباح دانايا معتزل دري نقل برهندينية كشرع بمباح دانايا فيش شرع حرام نبوة لروي عقلوا حاربوي كحسن قبح لي بكاربيني فاش الشرع شهر بردواما كواب إباحة حكمة الشرعينية أو قسيم لي تيجي يشتني أنا أما متفقين قبل ورود الشرع مباح بوه
اما هو معتزله ما بعد ورود الشرع او درين لبر استمرار مباح تواب حكم الشرعين يا هل استمرار ما قبليا اما درين نا بحكم الشرع شرع بمباح دانايا شارع بمباح دانايا او جابوي مباح نقل بر استصحاب ما قبل لبر استمراره او هذا فرق بدنا فيشي ورود الشرع مجلة قالوا عن المتفقين لا حكم قبل ورود الشرع ونكعكا أري أشار بذلك إلى أن الإباحة التي هي أحد الأحكام الخمسة المشهورة حكم شرعي لأنه مستفاد من الشرع وإن كانت أفعال العباد قبل الشرع لا مؤاخذة عليها لأن ذلك لا يسمى حكما شرعيا عند الأشاعرة أو لك ننقوني أو حاشية إيه فرق كي تجيشتن بين ما معتزلة إذا زورتها ولا صح أن الوجوب لشيء واجب كذني اشتشي إذا نسخ أجر نسخ كلاوة بقرآنه قرآن بقرآنه يعني حديث بحديثه شون شوني كان قال الشارع نسخت وجوبه مثلا وش الشارع بري واجب يكم نسخ كردوا أو إيه كلمي سالا وايه يعني يعني بدل شي دي كي بوبيني خواهي تبارك وتعالى لجاتي بي وشي مثلا لجاتي وسيتي واجب آيتي ميلاتي هنا ها أو بقي الجواز له جوازك هردميني كأتوبك في خود بي بيكي أو واجبي مثلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين هنا وسيد واجبه دعاء بآياتي ميلاتي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم كتفصيلاتي آياتي ميلاتي شهات أخواري وسيتي واجب نسخ بوا أما بقي الجواز جوازك هرما وهي أن بغير وارثي لخز مكاني دي كخزمتن كأكات النوو كتبرايو مثلا أو نوعانا وأنا خزم برام ميلاد قرنينا بقي الجواز له خاربو جوازي هر ما أتو بيكي بجائزي ليت حرام نيا تنها وجوبكد لسلاتشوا إيه شيها جواز الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل أو جوازي كوا لضمن واجب يكي دابو لتي من الإذن في الفعل هر دو شان داخلي يقرر زيبون واجب جواز يقرر زيان هيا كأهل إذن في الفعل وانا يانا مباح واجب جائز هم يقرق زن لو روى مأذون في فعله أتو إذن دراي بيكي مباحة جائزة واجبة استعطيك إشتي أو جاء وجوبك نسغ بويتوا لو مأذون فيه فهم جوازك نسغ نبويتوا أو جاء بما يقومه بقاياك بتيا لقر أو كاشتشش هي جوازك بقوتك من الإذن في الترجي حاربوي كإذن دراي ترجيب كي كوجوب نما معنى دروس ترجيب كي إذا إذن شر لقوي رب عنا ويدرس ترجيب كي أو لتيجيستن أنقول ساريم واجب يك رويشت واجب مأذوني في الترجنية وايا يعنى برام جائز مأذوني بالتركة دكواب هردوش إجلا إجرا جزينا لا أصل دا مأذون في الفعل هردوك واجب إذن راي بيكي جائز إذن راي بيكي وايا يعنى برام كواجبك رويش لا جواز بتشيدك بقوة بي بما يقومه بشتشيدك أبيت باربشتي وبقوتك من الإذن في التركي كإذن راي ترشيبكي كواجب نما عدم وجوب معناه معنى الإذن في الترجي جائز تعريفية أتوب أخوذ أقل بيكي سواب تدريتي أقل نيكي سواب عقوبت نادريتي دي معنى أني مأذوني في التركة بولاي بقوة بو الذي أو إذني أو تو حاربك أو تركي أو تو خلف المنع خلف المنع كالجات منعبو منه لكرني أو واجبي واجب ممنوع من الترشي واجب ممنوع من الترشي جائز مأذون من الترشي سا
ختمت يجيشتيم واجب ممنوع ترك بكري جائز جائزة ترك بكري مأذونة يعني مأذونة إذن لا ترك بكري أو جاء أو مأذونة تركي هاتي تجيسي هاتي تجي ممنوع تركي الذي خلف المنع منه حارب كاكا كبويت خليفة أو إذنا خليفة إذنا كبويت خليفته المنع منه كم أولي منع بولة تركي أتا واجب منع بولة تركي استعنيوش واجبة معناه شو واجبة يعني ممنوع من التركي ممنوع تركي بكي واي أنا أني قال وجوبك نسق بورا مأذون ديت جاي ممنوعي تجيش تنيان بوت عمري مو خوش تجي خوش خوش تكا تجيش تي أتو ملا نوع لو لبرتي ها او ايرا سؤال وجوابك بوزري لبرتي اتو دري اذن هاتي تجي منعي اذن هاتي تجي منعي اذ لا قوام للجنس بقاعده منطقي هي جنس قراناج رانا وستي جنس الا بس بدون فصل ببي فصل هاكاكا حيوان جنسا ناطق فصلا حربي كاكا حيوانية رانا وسيتا فصل شبون ريكا ناطقيتا الإذن في الفعل جنسا مباح يقلي توا جائز يقلي توا واجب يقلي توا الإذن في الفعل وايا يانا أو جاء الإذن في الفعل أو قوتمان جنسا دبي فصل شي هبي في وراب وستي أو فصلا إما منع يان إذن اي واجبي منع بولا ترشي منع لترشي بنسخي رويشت دبي فصل شي دي بيت جيتا راب وستي وبرنا بيتوا أو يشتبو الإذن في التركيب لمتك حاربوي أزام حاشي خوارج بكل نوبة إلى ساتر تبقان إذ لا قوام أي لا وجود للجنس بدون فصل دتوا حاشكا إذ لا قوام نا حاشي خواري نا عندي دتوا إذ لا قوام أي لا وجود للجنس بدون فصل لاستحالة وجوده ها او مثلا بحيوان ناطق بوين الناطق فصل بو وانا بو كاكا حيوان جنس بو مجردا عن فصل بناء على انه عله له فصل عله لبو جنسي كما ذهب اليه في الشفاء والجنس هنا لمثال مدى الجنس لو عزمي ذاتيه هو الاذن في الفعل اذن دان لفعله وان فانه قدر مشترك بين الايجاب والنلب والاباحه او سيانا هل سيشان يقرا قزن لا تروق يقرا قزن مأذون في الفعل او جنس كيا وانا وكل منها انما يوجد بفصله وفصل الايجاب فصل وجوب تبو المنع الجازم من الترشي ممنوع بينابو ترشي بكي او فصل بو نكاكا يعني هذا المأذون كوجوبة ممنوع من الترشي او فصل كيتي فاذا ارتفع وشي او فصل يخوي رويشت كمنع خلفه فصل اخر ده بفصل شي دي كي بين يجي كلا شرح نقول وهو الاذن في الترج كاذن دان لترج حالبو يقوم به الجنس ها جنس كي بيرعب وستي تبقى يشتن ليرا بو حاشي فهم ولإرادة ذلك هل دبر إرادة هنديش كجنسك هي جنسك ببي فصل رانا وستي وليرش فصل وجوب بمنع بوا رويش تي بنسخي فصل شديد دي تجي حاربي كاكا تا جنسك كإذن في تيك راب وستي او اشتبوا الإذن في التارك بو ها اي تي قوت قال اي عدم الحرج بقي الجواز معنى عدم الحرج قلنا عبار نابي بكذني ونكذني بهيتشان يعني في الفعل والترجي من عبار نابي نبكذني نبنكذني من الإباحة أجاء أو الندب أو الكراهة أو جاء عدم حرجك أو اشتيك وعيك مباع بي يا مندوب بي يعني كراهة بي بالمعنى الشامل أو جاء كسك سؤالك كراهة لو وقال إباحة وندب إيخست حاربك عكا
أريك حرجي تدانيا مقصود يا ويا جناح حد لسرنان ميسلي فمكروه جناح نان ميسلي تبرهن ده يا جروان حصير كده أو مثاله إيه إباحة وندب كراهة مثال لبوسه لبو عدم الحرج نقلبو هندي بك إذن لفعله دابي مثال عدم حرج لنق مثال الإذن في الفعل بي مكروه مأزون لفعله دا برام حرجي تيدانيا هو قسم لي حاربوني لا إيه أجا الشاملي أجا قوتي بالمعنى بو معنى الشاملي لخلاف الأولى أو مكروه كدو قسمي هبون مكروه كراهة شديدة هبو مكروه شي بسيط شبو لكن سلفي صالح لكن خلفيش حاربو مكروه هبو خلاف الأولى شبو أجا إذ لا دليل على تعيين أحدهما لبرسي خلاف الأولى شتي ناقل كراهته شكا هز دليل لك ما بدزنيه يكشي تعيين كين لخلاف الأولى يعني لكراهته ديكا يكشي تعيين كين وقيل قيل قوتيتي الجواز الباقي بمقومه الإباحة أو تائرة أو أولية وقولة بقوة كبو كقوتي جواز ما يتسي جوازك جواز بمعنى عدم حرج معنى قناع حد لسدان مثله نبى فعله نبى ترشي أو جوازا قيل داري ن أو جوازي بمعنى عدم حرج نيا أو جوازي الإباحة حارب الكعكة بمعنى إباحة يعني بكيف خوتي بيكي يانيكي بكيف خوتي بيكي يانيكي لو إذ بارتفاع الوجوب كواجب يكا هرستا ورويشت ينتفي الطلب حارب الكعكة طلبكش أروى كطلب رويشت فيثبت التخير سرفشتي بوتو أميني توا وقيلا قيل قوتيتي هيتش يعني نلو دوانا نجوازي بمعنى عدم حرجة نجوازي بمعنى إباحة بركو هو الاستحباب حالبوي سنة ديتا جي يعني سنة بيكي سنة بيكي إذ المتحقق بارتفاع الوجوب أوي كوادي تجيب نماني وجوبي انتفاء الطلب الجازمي حالبوي كاكا طلب بقوة لا أتي كبو وجوبي من اي غير بقوات كندبه هرميني ادينا من قلت اگر شارع طلب فعل شيء كده بجزم هو وجوبه اگر بغير جزم بو ندبه وفكرتا معايا جاو كده داري اي وجوبه طلب جازمه كرويشت رب غير جازمه كهرمايا كندبه ايه اذا فيثبت الطلب غير الجازم طلب غير الجازم دميني توا قال الغزاليو قولي تعلم إمام غزالي أفرمي لا يبقى الجواز أرى الجواز جناميني حد أولي هموي هدم كيف أو نفر مبقي الجواز قول بقوتك أرى الجواز ميني أجا أو جوازة بمعنى عدم حرج بي بمعنى إباحة بي بمعنى استحبابي هل هي كان لاميني كنجين لأن نسخ الوجوبي فنسخ بوني واجب نسخ كدنوي واجب بوني يجعله كأن لم يكن ويلي أكا كأنه أو واجبه هر لإيجاد دا نبوه لم يكن يعني لم يوجد هر لإيجاد دا نبوه آه أزاني سي إمام غزاليش بقوة تكليه مثلا أولي واجبه لنويجي رول بيت المقدس بكلي إيه بوردي جيب دني ها رول بيت المقدس بكلي دعاء نسخ بوا بفولي وشك شطر المسجد الحرامي أجر ما لسر أوسي قولي دي بروين بقي الجواز بمعنى عدم الحرج بيد ببوته برول بيت المقدس بكلي لن يجده مرام واجبني لسر قولي إيكام لأيدوام جواز بمعنى إباحة بكيف يقوم هنك زاره هن يوجيكم هنك زاره هن يوجيكم لسر قولي سيام كاستحبابا من أجار جاره ده بها السنة بها من برويون درين يوجيكم هذه هو منسوخ نيا إيه أو منسوخة يعني عدم حرج يعني تدعى لسر قولي يكم كبيكم يعني يكم يعني إباحة يا باية يعني استحبابا فرام لسر قسي إمام غزالي حاربي كعكا هرهموي هدم بوا
أبوادا أن بيت المقدس هر نبوة نبوة هذا بكاكا كأنه بأمر شنو يخوى تبارك وتعالى أمر بمعكا فولي وسكر شطر المسجد الحرام فرام أولا أول شيء قلتن قولة شي بقوة بو إيلا قول إمام غزالي قالوا هنالين أو مشكلة ما بو درست بل برام تيا أتوانين جواب داتوا قولي إكمي بقوات جواب داتوا بربابك سكد راستا برام بو تأشيدي دعاية خواهي قولة فرموي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لهل جيشيبون عتاكا بلو مسجد الحرام يجب كان او قولي ايكامي بمعنى عدم حرج فوتان او آيتا ايدوامي فوتان كيباحي سيميشي فوتان كاستحبابا وهي يعني كأنه اقر وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره نهاد با سي قولة كان ايانتواني بين ميدان بو ايرا برام لبر او آيتين عين ميداني آه غير نسخش تأكيد شديد پیدا و استقبال بيت المقدس فإن الجواب لم يتمعه لأخذ انتفاء من دليل آخر او تكتبك او او شيء ما يا لچن دريا انا مدقيت ما وصل لا قرأي او لاي بلو فعلا بنا خوي اكو او زور باشه ايره با بو كويدين مادام و بي من ديرم ندي دي الجواز او ها بقال الجواز بمقتضى النسخ لا ينافيه انه قد يمتنع العمل به عند المعارض له كما في نسخ استقبال بيت المقدس فان الجواز لم يبقى معه لاخذ انتفائه من دليل اخر لا من مجرد النسخ التواء والزور جوانا آه ها فلا يرد أنه يقال نسخ الوجوب زور عيدي لقى ضرر اللوامع يتك ومن أول بمقوم قد ضرر اللوامع ببوم شرك كذل حاربي كاكا برام أو حاشيش ليرا فيم قوش بهبو سبحان الله دنان هم ديد بودويني حوالي بديني لكي ديكا وحيث ما كنتم أعفوا وجوهكم شطره فانيا ما شاء الله خواه كود وين من ديت يا وش مطالع عمك نم ديت ويرا اذا دو سي قولاني اللي جاري نابن اولا سي اري بدل بر دليل شي ديكا ونيك عكا من دليل اخر انتفاع كي لدليل شي ديكا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره بلي لا إمام الغزالي أو دليل من حكم بدليل دانع هل كان نسخ بوه كأنه نبوة نبوة أو حكي بآياتي دي دانيا أولي خلاص بيت المقدس نسخ بوه كعبي هاتجي أما بحثي بيت المقدس هر ناكين وهر نارين بحثي ناكين أو دليلي إيه كم كدر بقي الجواز أو مجبوري أو تأويلية أري بدليل شي ديكا امتناع بيت المقدس وفيدا بوه لنا جواز من حيث النسخ رمايا برام لي دليل شي ديك طبعا دليل كش مرادفة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره اري اولي من اجر ايش بجوازك يخوكم اجا دليل كم جواب جوانا كم مثال بوسيط بوتو هنا وسيط بو والدين واقربين ان واجب بو وقت خوش ابو يانا وسيط واجب بو دعي بآية ميلاتي أول وسيطة نسخ بو وجوبكي نسخ بو نك جوازكي أها أجا أو مثال بوي ديني وقراصة سرغو باري لسنيا أو المشكلة توشي قولية كما بي بيت المقدسة أو شي خولة برقو تاركز أري بدليل آخر امتناعها فايدا بوا لم تيجي يشتن تعمل أنو عطو تقريدة كتبدل أوها ها ها ويرجع الأمر إلى ما كان قبله إمام الغزالي فرمي أمر كده توا بيش وجوبه حاربه كعكاف من تحريم كحرام بوا أو إباحة يعني مباع بوا لكون الفعل مضرة أو منفعة كما في كتاب الخامس كفعلك ضرر تداي يعني نفع تداي وهكذا طباب نسعتك خوما تواهبه اگر او امری بخویدین خوب بچاره کچی دیتا او نبی او درسه
أخذوا فرانا الرابرة لسا كبتا 50 دقيقة والله طاقة منها بها بس الدرس كبدا استخوم عنا بدرجة بيته ودرجة قال إنسان بتقليلات شي درجة درسي بكو يعني درجة بيته وقوم بدا استخوم عنا درسيش بعد لنخوين ريتاتر ونيك عكا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.